كيفك اليوم؟ تبا وانت؟ ماشي الحال؟ تبا اليوم لكينا وصفتين كل وحدة أطيب من الثانية واثنيناتهم مميزين. صح، اليوم عاملين تشيز كيك على يقطين، هي وصفة مش مالحة، حلوة حلوة يلي بدنا نشتغلها مع الكوكيز يلي بدنا نطحنه مع الزبدة. بدنا نشتغل اليقطين مع الجبنة التريكوتا والشابر بالإضافة للسكر والبيض، هيدي العجينة، وبدنا نختم بكرمبل. يعني اليوم عم نحكي على لوز وطحين سكر اسمر او ابيض مزجناهم سوا مع الزبده، بدنا ندخلها على الفرن لمده 25 لنص ساعه. حلو. وصفتنا الثانيه هي بيتزا، اذا بدك كذابيه، يعني مش بيتزا لا ما فيها عجينه، بدنا نودعها بقلب فيرين. هلا تلحق نعمل الوصفتين تينا. اليوم عم نحكي على الكوكيز يلي على شوكولا يلي طحناه وضفنا له الزبده. مهم بدنا نذكر انه كثير مهم انه الزبده نشيلها قبل بساعه من البراد، تكون طرية. ما تكون سخنه، تكون طريه. بدنا نمزج المقادير سوا. هون الكوكيز مثل يلي حدك، يعني تشوكلت شيب كوكيز. صح، تحطيهم على المكنه تيصيروا هيك بودره. صح، وهلا عم بتزيدي الزبده. هلا هون مش بحاجه لسكر، مش هيك؟ مش بحاجه لسكر للعجينه، لا هي. بس بحاجه لزبده. ايه اكيد، يعني مستريح. نرجع نضيف شويه زبده. شو طعمه الكراست؟ طيبه رح تطلع، هيدي مش بس بسكوي مثل ما عاده نعمل بالتشيز كيك. لكن طحنا الكوكيز، مزجناه مع الزبده. يا هيدي الطريقه لتتماسكوا. هون بدنا نستخدم قالب التشيز كيك. عم نشوف بلشوا يلقطوا بعض. بتعرفي وقت نشتري يقطين نعمل شوربه بيبقى ما بنعرف شو بدنا نعمل فيها، فينا نضعها بالفريزر. صح، مثل ما فينا نعمل تارت على يقطين، تارت مالح، مالح على يقطين، او تشيز كيك يلي الوصفه هلا عم نشتغلها. فوالا. بدنا نعمل لها حرف ولا مش ضروري؟ مش ضروري، لا ما نشتغلها بهيدي الطريقه. هون طالما الزبده انمزجت بتصير هينه نكبسها يعني بالقالب. هلا مهم بعد ما نكبسها تينا نودعها بالبراد لمده نص ساعه. أوكي. لنأكد انه تماسكت منيح. بس هلا لضيق الوقت الزبده. صح، لكن نتذكر انه بدنا نودعها بقلب البراد لتتماسك. برضه هي بدها تنخبز هيدي التشيز كيك، مش هيك؟ هيدي العجينة الخبزة. بحب اقول انه الريحة كثير طيبة، ريحة الكوكيز دلال. سو اللقطين هو داخل بالحشوة، فينا نقول. صح، مش هيك؟ لكن خلينا نقول انه اشتغلنا بال، اذا بدك بالعجينه يلي طحناها ورجعنا دعكناها بالزبده، طبسناها بقالب التشيز كيك، حطيناها بالبراد لمده نص ساعه لناكد انه تماسكت. هلا بدنا نشتغل بالحشوه. من شو معموله الحشوه؟ اليوم عم نحكي على اليقطين الني. يعني انا هون شيلتهم من الفريزر، وضعتهم بمصفايه، طحنتهم وعم نشتغل فيهم. اليوم مش مسلوقين هولي؟ مش مسلوقين، لا نيين. ليه؟ لا بدنا ندخلهم على الفرن، بقى بينسلقوا بالفرن. اليوم عم نحكي على 3 بيض كاملين، بدنا نشتغلهم بهيدي الطريقه. هلا اليقطين كمان بيعطي طعم حلو. صح، مشان هيك ما بدنا نحط ملح، ما بدنا نحط بهار ابيض ولا بهار اسود، لان اليوم وصفتنا هي حلوه. بدنا نضيف سكر. مش كلهم نصهم. ايه خلص،
لكن مزجنا بيض كامل، ثلاثين البيض الكامل مع السكر. سكر اسمر افضل؟ سكر اسمر. رجعنا ضفنا جبنة الشيفر على وصفتنا. ليه شيفر غلا؟ لأنه اليوم بدنا نستخدم نوعين من الجبنة، الشيفر والريكوتا. أوكي. يلي بدهم يعطوا نكهة طيبة لوصفتنا. بدنا نعملهم بالشوكة ليتماسكوا. نرجع هلا هون كمان بدنا نقول إنه يلي ما بحب الشيفر نشيلها. تعبتك يلي... هيدي؟ يا يلي ما بحب الشيفر في كمان يستخدم الشيفر، لا ما حيحس بالطعمة. لكن حتى لو سكري، لو سكري صح. بتعرفي اليوم كان بدي اعمل تارت مالحه مع التفاحه، يعني هي من اطيب التارتات. هلا بدنا نضيف الريكوتا. لكن ضفنا البيض الكامل، رجعنا ضفنا السكر الاسمر، ضفنا جبنه الشيف، وهلا ضفنا الريكوتا. بدنا نضيف كل الخليط على اليقطين المطحون. اليوم نذكر بدنا ناكد انه تماسكوا. سو الملمس بيطلع كريمي بعدين بعد الخبز؟ آه لا مش كثير، بيطلع شوي سميك. شفتي كيف بلشوا يتماسكوا؟ بدنا نذكر انه مضطرين نحط بيض، لانه البيض هو الحليب مش وصفتنا. فوالا، وهلا هون بدنا نبلش نحط اليقطين بهيدي الطريقة. سنحمي الفرن 160 درجة لمدة 10 دقائق. شو حلو اللون. مش بس اللون حتى الطعمة طيبة. فوالا. ما خلصت وصفتنا هون تينا، بدنا نعمل كرامبل. من هلا او بنخبزها بعدين؟ بدنا نخبزها نص خبزه ونضيف الكرامبل عليها. اوكي. سو الكرامبل هو كنايه عن اللوز المطحون. صح، لوز، سكر، الطحين والزبده اكيد. هول بدهم ينخلطوا قبل؟ هلا بدنا نشتغلهم. هلا بدنا نحط الحشوه اللي عم نشتغلها تينا على العجينه النيه، بدنا ندخلهم على الفرن، وبهالوقت بدنا نعمل الكرمبل. فوالا. هيدي وصفه سهله. اشتغلها بهيدي الطريقه. شو بدها وقت خبز دلال؟ بين 25 و30 دقيقة. يعني بنفحصها مثل الجاتو؟ مش ضروري. نو مش ضروري، بس أهم شيء بدنا نذكر بدنا نحمي الفرن. لكن هيدي الوصفة بدنا نحمي الفرن، بدنا ندخلها قبل ما نشتغل بالكرامبل. هلا بدنا ننتقل لوصفتنا الثانية. لكن وصفتنا الثانية هي بيتزا. قبل ما نشتغل البيتزا بدنا نشتغل شوي بالكرامبل. فنخبر شوي على طول على طول. وقتها بنقول كرامبل تينا بدنا نحط زبدة. زبدة وبدها تكون طرية ديجا. طرية. لكن اشتغلنا بالعجينة طحناهم الكوكيز مع الزبده، مديناهم بقالب التشيز كيك، واشتغلنا بالحشوه اللي مذكر انه هي يقطين ني، ضفنا لها بيض وسكر، جبنه الريكوتا. هون فينا نستبدل الريكوتا بالقريشه اللي كمان بتطلع طيبه، لان اوقات مش على طول بنلاقيها مع جبنه الشيف. مزجنا كل المقادير سوا، غطينا العجينه النيه اللي هي البسكوي، ودخلناها على الفرن لمده 15 دقيقه. بعد 15 دقيقه بدنا نعمل الكرامبل اللي حنشتغله سوا. بدنا نغطي وجه وصفتنا تما يحترقوا، وبنرجع بندخلهم على الفرن كمان ل 15 دقيقة. هلا من شو معمول الكرامبل؟ اليوم عم نحكي على طحين، عم نحكي على سكر.
لوز. هون عم نحكي على لوز ني بلا قشر، شوية مطحون. هلا يلي ما بحب اللوز ده فيه استبدل بجوز او ببندق، وما فينا نستغلي تينا على زغلتنا. في ناس بتقطع قلبها. لا بس انه ما فيك تاكلي تشيز كيك وتقولي بتمصح يعني. يعني بس بنعملها حتى بصبحيه طيبه. فوالا. الكرامبل انت بتجرب تحطيه بالبراد بالفريزر او بتفتفتيه مثل ما هو هلا؟ فتفته مثل ما هو وبحطه دغري على وجه ال مش ضروري براد ولا صح. فوالا. هذا هو الكرامبل تينا. بنحطه على وجه وصفتنا. رح ننطر شوي تنخبز. تنخبز بعدين بنكون انتقلنا. هلا خبرينا شوي عن هالبيتزا. بيتزا الكذابه. من شو معموله البيتزا؟ اول شيء اليوم عم نحكي على فارين، يعني هيدي وصفه حلوه انه تتقدم بفارينات. اليوم عم نحكي على الصوص روج تبع البيتزا، الصلصه الحمراء، او اذا ما عملنا نشتغلها فينا نشتغل بالطماط سوريز او بالبندوره العاديه يلي نقعناها بالزيت والبلزميك. عم نحكي على الانشوا، يلي ما بحب انشوا فيه ما يستخدم، بس بتعطي نكهه طيبه. جبنه موزاريلا، جرويير، بارميزان، وزيت زيتون. هيدي هي وصفتنا. هلا كمان اكثر سؤال على طول بينسال، كيف تعمل، كيف نشتغل الصلصه الحمراء؟ تنقول هلا انا عم بشتغل، حنخبر حنقول انه الصلصه الحمراء فينا نوضع كيلو ونص من البندوره المقطعه اربعه بقلب طنجره، فينا نضيف لها ملعقه صغيره من السكر، رشه من الملح، رشه من البهار الابيض، جوزة الطيب، فينا نضيف عود قرفه، ورقه غار، كمان بصله، ثوم. كل هول المقادير بدنا نوضعهم بقلب طنجره، نغطي الطنجره. قلنا زبده لانه كمان الزبده هلا يلي ما بحب فيه ما يستخدم، بس الزبده كمان طيبه مع البندوره. مع بدنا نوضع كل المقادير لمده ربع ساعه على نار خفيفه، بنرجع بنشيل عود القرفه ورقه الغار وبنطحن كل المقادير سوا، يعني بنطحن البندوره والبصل والثوم كلهم سوا، بيطلع لنا صلصه حمراء. هون فينا نضيف الحبق، الاوريجانو اللي نحن بنحبها. هيدي الصلصه بنشتغلها تينا وبنوضعها بالفريزر، يعني حتى اذا عم نعمل لازانيا، عم نعمل يخني، عم نعمل حيلا فينا نستعملها بني، حيلا شيء حتى للبيتزا يعني بنشتغلها. سو اول شيء بنبلش بالصوص، بالصوص صح. هون ساعتها بنضيف على ذوقنا، فينا نضيف الانشوا. هون نرجع بنذكر يلي ما بحب الانشوا في ما يضيفوا، بنضيف شويه من الجبنه كمان. هي رح تتاكل بارده؟ بارده، هيدي وصفه بارده مش سخنه. شويه من الزيتون، هون فينا نستبدل بالزيتون الاسود يلي ما بحب ال، فينا نضيف شويه من جبنه البارميزان. نرجع نختم. هلا بنرجع بنزينها شويه من الانشوا، يلي بحب الانشوا، يلي ما بحب الانشوا ما مش اجباري، مش اجباري. لا هون فينا كمان نشتغل تينا بالبندوره او بندوره عاديه عنا اياها بالبيت، نقعناها بالبلزميك والزيت الزيتون. ساعتها ما بقى نحط البندورة اللي اشتغلناها أكيد. هون فينا نحط شوية بارميزان.
يا صوص طماط يا طماط سوليز. شوية زيتون. سو ان فات فينا نغير اللايرز، يعني فينا ندخل صح يمكن جامبون او غير اشياء عادة بنحطهم بالبيتزا. صح، بس هيدي بيتزا بلا عجين. نحط شوية من الموتزاريلا، نحط شوية كمان، نختم بشوية من الانشوا. هلا قبل ما بدنا مضطرين انه نحط الكرامبل كمان، رجع نزيد شوية طماط سوري. عم يعني نحط مثل ما بدنا، ايه لايرز يلي بنحبهم بنحطهم. هلا بديك نحط الكرامبل قبل ما نكفي الخبز. كرامبل بلشت صح تشد. بلشت تشد، بدها بعد حطن هيدي الطريقة. بدنا نغطي الوجه. الوجه هو متذكر الكرامبل فيه طحين، سكر، لوز، زبدة، مطحون وزبدة. وبعد ما نحط الكرومبل شو بدنا نرجع ندخلها على الفرن تينا لمده كمان 15 دقيقة. بدي اقول هون اذا عندنا عزيمة فينا نشتغلها قبل بيوم. هيدي مهمة، يعني مش ضروري اخر تكة ابدا. هيدي تتاكل باردة. صح، هيدي وصفة تتاكل باردة. كرامبل كثير بيعطي، حيعطيها طعمة طيبة. وهيك القرشة طيبة كمان. كرانشي. حلو. نحن أكيد لأنه ما عندنا وقت نخبزها على الآخر اشتغلنا، حضرتي بوشونة صغار. كمان هيك بنفرجي المشاهدين إنه ممكن نعمل تشيز كيك بورسيون صغير، individual portions. فوالا. هلا بترجع على بتفوت على الفرن 10 دقائق. بدخلها على الفرن 15 دقيقة. 15 دقيقة. بتكون كلها استوت من جوا، والكرامبل كمان بياخذ شوي لون ولا لا؟ شوي مش كثير. شوي. نحن قبل ما ندخلها على الفرن لمحاني كلها بدنا نزين شوي الفرينات. يلا. نزينهم بهيدي الطريقة. فوالا. هون فينا نحط شوية خضار. أنا بحب الخضار بالفيرين. حلو. يعطي هيك لون حلو. احنا راجعين على التيستينج مشاهدينا بعد البريك، بنكون شفنا التشيز كيك كيف رح يطلع بعد ما ينخبز على الاخر، وندوق الفيرين او بيتزا. كثير مهضومين، قياسهم حلو والبرزنتاسيون كثير حلوه. عن جد والطعمه بتجنن. رانيا دوقي لنا الطعمه، انت رح تدوقي البيتزا، انا رح ادوق التشيز كيك. اكيد هو اللي قلنا انه خبزنا قبل بوقت، خبزناهم قبل بوقت، بردناهم اشتغلناها بعدها بالفرن. شو حلوه كيف تنقص؟ ابدلال حلوه هي فكره بيتزا بلا عجين. قديش قوية نسبتها؟ نسبتني كثير خصوصي بهاليومين. بس حذري شو كلها جبنة. خلص انا عم زيحهم على جنب. فينا نستبدل هلا باكل البندوريه وخلص. يلا سي بون. والزعتر. والزعتر. بدي فرجيهم التشيز كيك من جوا. عن جد هلا كثير طيبة.
ايه ايه الاوريجينال هيك خرز تتقدم بعجينه. كثير طيب الميلانج بين الشوكولا بالكوكيز مع البوتيهون. مع البوتيهون صح. واذا ما بتعرفي انه في بوتيهون ما راح شفتي الكرمبل شعرتي نكهه كثير طيب. هلا بده اياها بدي ادسها بعد شوي انا ايه. ما تقهروني تري بون بدي بعد شوي كثير طيبين دلالو تحتين هيدي دافية هاي بدافية دافية ايه يعني مش بردانة ايه بلاد دافية ميرسي دلال ثانك يو لكم.